أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وحلقة اليوم بنستكمل فيها تكوين ومركبات وأجزاء الجهاز المناعي، وكنا تناولنا في الحلقة السابقة أول أجزاء هذا الجهاز وهو كان بعنوان الأعضاء الليمفاوية، واتفقنا أن تسميتها بهذا الاسم يرجع لأنها تمثل كلها موطن للخلايا الليمفاوية، والموطن هو المكان الذي تكونت فيه الخلايا الليمفاوية ونضجت فيه الخلايا الليمفاوية وتمايزت إلى أنواعها المختلفة وتم تخزينها، عشان كده سميناها أعضاء ليمفاوية. في جهاز المناعة النهاردة هنستكمل بخلايا الدم البيضاء، وخلايا الدم البيضاء اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة هي ثلاث أنواع هنتكلم عليهم أو ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي الخلايا الليمفاوية، يبقى أول مجموعة اسمها الخلايا الليمفاوية. بس قبل ما نبتدي بالخلايا الليمفاوية عايز أقول إن إحنا بنبتدي بنخاع العظام، يبقى أول حاجة عندي خلية كده بعتبرها الخلية دي خلية جذعية، خلية جذعية هي مش خلية واحدة، يبقى هي عدة خلايا، يبقى الخلايا دي خلية جذعية والخلايا دي خلايا جذعية وهكذا. الخلايا الجذعية دي بتقدر تكون لي مجموعة من الحاجات. نمرة واحد، هي ممكن تتحول وتصبح خلايا دم حمراء، يبقى دي أصبحت خلايا دم حمراء، وممكن تبقى صفائح دموية تنضج منها. طيب، وممكن تبقى هي وغيرها بتعمل لي خلايا دم بيضاء. هي وغيرها بيعملوا خلايا دم بيضاء، والخلايا الدم البيضاء دولت واحد بتبقى ليمفاوية، واتنين بتبقى ملتهمة، وتلاتة بتبقى بلعمية كبيرة، وطبعا هي برضو ملتهمة بس احنا صنفناها لوحدها عشان حجمها مختلف. يبقى خلايا الدم البيضاء هنا لموضوعنا النهاردة هي الثلاث مجموعات اللي انا هدرسهم دول. هنبتدي بالخلايا مين؟ هنبتدي بالخلايا الليمفاوية. طيب، الخلايا الليمفاوية لو أنا حبيت أبتديها، أبتديها منين؟ أبتديها من مكان التكوين. أين تتكون؟ تتكون في نخاع العظام الأحمر. يبقى البداية في تكوين نخاع العظام الأحمر. طيب، الخلايا الليمفاوية لو قسمتها هلاقيها كام نوع من أنواع الخلايا؟ هلاقي إما بائية طبعًا مش أو، وتائية وقاتلة طبيعية. طيب، التائية هل هي نوع واحد؟ لا، عارفين ان التائية بتكون مساعدة فبديها رمز تي اتش، او بتكون تائية سامة قاتلة بنسميها تي سي، او تائية مثبطة او كابحة بديها رمز تي اس. فهناك فرق ما بين تي اتش وتي سي وتي اس، دول المجموعات بتاعت الخلايا التائية. طب نبتدي بأول نوع من الخلايا الليمفاوية، البائية والتائية والقاتلة الطبيعية. يا ترى نسبتهم من خلايا الدم البيضاء تمثل كام؟ بتمثل من 20 ل 30% من خلايا الدم البيضاء، يبقى النسبة من 20 ل 30. أين تتكون الخلايا الليمفاوية؟ بتتكون في نخاع العظام الأحمر، لكن قبل ما تنضج بتسميها خلايا جذعية. يبقى بداية التكوين في نخاع العظام الأحمر، ودي بيتشكل منها ثلاث أنواع. طب لو أنا عندي خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء، خدت قطرة دم حوالي 1 مليمتر، تمام؟ ال1 مليمتر دوت حسبت فيه لقيت 8000 خلية دم بيضاء. يبقى ال 8000 دول يمثلوا من؟ يمثلوا عدد خلايا الدم البيضاء. طب لو حسبت عدد خلايا الدم الحمراء هلاقيهم بالملايين، من 4 ل 5 مليون في الراجل ومن 4 ل 4.5 مليون في الست. يبقى 8000 دول عدد خلايا الدم البيضاء، فتحس بان فارق كبير جدا. اشمعنى 8000 و في خلايا الدم الحمراء بتبقى بالملايين؟ اكيد السبب ده انت هتعرفه من خلال شرحي وتستنتجه من كلامي. طيب، ال 8000 دول كام في المية منهم يمثل خلايا ليمفاوية؟ مش كتير، من 20% إلى 30%.
الناس تقول لي طيب هل اقدر اعرف اقل عدد من ال 8000 كام واكبر عدد من ال 8000 كام؟ 20% من ال 8000، يبقى باخد ال 8000 دول واضربهم في 20 على 100 واشوف النتيجه كام. يبقى كام؟ يبقى بشيل ادي صفرين وادي صفرين، يبقى 1600 من ال 8000، دول مين؟ ده اقل عدد. طيب لو عايز 30% يبقى ال 8000 في 30 على 100 يساوي، هشيل برضو الصفرين قصاد الصفرين، يبقى 2400. يبقى لما يكونوا 8000 يبقى ده معناه بيتراوح العدد بين كام وكام؟ بيتراوح العدد ما بين 1600 الى 2400. الموضوع سهل، يبقى هنا مش رياضة بمعنى رياضة يعني عملية صعبة، لا، لازم تبقى عارف ان لو قطرة الدم فيها 8000 خلية، يا ترى ال 20% وال 30% الليمفاوية تمثل كام؟ يبقى دي نسبتها، يبقى النسبة بتتراوح ما بين 20 ل 30. وخدنا مثال صغير، طب لو كانوا 8000 ال 20 وال 30% يمثلوا قد ايه؟ طب في بعض الاحيان مش هقول ال 20 وال 30، ممكن المتوسط قد ايه؟ طبعا المتوسط اللي هو لا هي 20 ولا 30% 25%، يبقى هضرب ال 8000 في 25 على 100 هيديني المره دي 2000، يبقى عدد الخلايا الليمفاويه كمتوسط لها 2000، الاقل 1600 والاعلى 2400. يبقى انا عندي ثلاث ارقام، ادنى عدد من خلايا الليمفاويه في قطر الدم تحتوي على 8000 خليه دم بيضاء كام؟ قلنا 1600، واكبر عدد من خلايا الليمفاويه كام؟ 2400، ومتوسط حوالي 2000. لما بتتكون داخل نخاع العظام ما بتكونش نضجت، تمام؟ فبتحتاج لعمليه، اول عمليه هتتم بعد التكوين اسمها عمليه نضج الخلايا الليمفاويه. يبقى انا امام عمليتين لغايه دلوقتي، عمليه تكوين وعمليه ايه؟ وعمليه نضج. تالي عمليه النضج ايه؟ التمايز. خلايا الليمفاويه اين تنضج واين تتمايز؟ تختلف البائيه والتائية والقاتلة الطبيعية بتختلف في مكان النضج والتمايز، ولكنها مكان تكوينها هو واحد. جوه الأعضاء الليمفاوية بتتحول بقى إلى خلايا بائية وخلايا تائية ذات قدرة مناعية، بحيث إن لو الخلية ما كانتش ناضجة يعني ما زالت تسمى جذعية لا تستطيع القضاء على الميكروب لأنها لا تستطيع التعرف عليه. يبقى بتفقد قدرتها المناعية خلية ليمفاوية، ولكنها فقدت على قدرتها المناعية بسبب أنها لم تنضج بعد. والنضج هنا هو أن تكون على سطحها مستقبلات تتم من خلالها التعرف على الميكروب المحدد. إيه أهمية الخلايا الليمفاوية؟ إن هي تتعرف على الميكروب، يحصل بينهم اتصال ما بين المستقبل اللي على سطحها ما بين الأنتيجين اللي موجودة على الخلية الميكروبية ديت أو الجرثومة الميكروبية أو البكتيريا أو الفيروس، فتتعرف عليه وبعدين تبتدي تتعامل معاه. طريقة التعامل بنسميه استجابة مناعية. يبقى الأسلوب اللي هتتعامل بيه بتختلف، البائية لها أسلوب، التائية لها أسلوب، القاتلة الطبيعية لها أسلوب، والأسلوب بنسميه استجابة مناعية. فالاستجابة المناعية للبائية تختلف عن الاستجابة المناعية للتائية، تختلف عن الاستجابة المناعية للقاتلة الطبيعية. فلكل خلية ليمفاوية أسلوب في الاستجابة المناعية. طيب اتفقنا من خلال المخطط السابق إن لها ثلاثة أنواع، خلايا ليمفاوية بائية وتائية وقاتلة طبيعية، تمثل ثلاثة أنواع رئيسية، البائية والتائية والقاتلة الطبيعية، ولكل منهما كلام خاص بالشكل والتركيب والنسبة ومكان النضج ومكان التمايز والأهمية. فنبتدي بالبائية. البائية نسبتها كام؟ من 10 ل 15%. منين؟ من خلايا الدم البيضاء ولا من خلايا الليمفاوية؟ لا، من الخلايا الليمفاوية. يبقى انا عندي خلايا الدم البيضاء اطلع نسبه الخلايا الليمفاويه، وبعدين عندي الخلايا الليمفاويه اطلع منها نسبه البائيه. اين تتكون واين تنضج؟ الاثنين في نخاع العظام الاحمر. طب ايه دورها؟ انها تتعرف على الميكروب من خلال اتصال بيتم بين الانتيجين اللي موجود على سطح الميكروب وما بين المستقبل اللي موجود على الخلايا البائيه، مما يؤدي الى تنشيطها، ويؤدي ذلك الى ايه؟ يؤدي ذلك الى انتاجها لاجسام مضاده. يعني لو اعتبرت ان دي هي احد انواع الميكروبات، وكان ده على سبيل المثال المستقبل
اللي على سطح هذا الميكروب. يبقى الميكروب ده على سطحه، دي بنسميها ايه بقى؟ البروتين ده بنسميه مستقبل بالنسبه له. طيب لما تيجي الخليه البائيه الناضجه اهي، دي خليه بائيه ناضجه، دي بائيه ناضجه، لازم يكون عليها مستقبلات. هذه المستقبلات تكون تتطابق مع مين؟ بتتطابق مع الانتيجين اللي موجود على الميكروب. فاذا حدث التطابق يبقى الميكروب ده من النوع اللي ممكن تتعرف عليه البقيه. يبقى النتيجه اللي هيحصل، هيحصل ارتباط ما بين الفيروس او البكتيريا اللي دخلت، اللي هي البكتيريا المرضيه هنا، مع البقيه. طيب اول ما يحصل الارتباط ايه اللي ممكن تعمله البقيه؟ البقيه اول حاجه هتعملها انها تنتج لي الاجسام المضاده اللي لسه هشرحها بعد كده. اذا عمليه انتاج الاجسام المضاده لا تتم الا بعد ارتباط البقيه بالبكتيريا المرضيه فتنتج له اجسام مضاده. تبقى دي اجسام مضاده، دي الاليه اللي بتشتغل بيها البقيه، ارتباط وتعارف ثم بعد كده انتاج اجسام مضاده عشان تقضي على الميكروبات. ده دي البائيه. طب نروح للتائيه. التائيه عندي تعتبر ليها مكان تكوين وليها مكان نضج وليها مكان تمايز، وبعدين نعرف نسبتها. نبتدي بالنسبه، تمثل كام في الميه؟ 80% من الخلايا الليمفاويه. فاذا كان عدد الخلايا الليمفاويه 2000 يبقى منهم 1600 تائيه، اكبر عدد من الخلايا الليمفاويه هي التائيه. ومكان تكوينها زي مكان تكوين البائيه من نخاع العظام. طب واين تنضج وتتمايز؟ بتنضج وتتمايز في الغده التيموسيه، يبقى النضج في الغده التيموسيه. طب هي كم نوع؟ بتتميز لانواعها الثلاثه في الغده التيموسيه في وجود هرمون التيموسين، فتنتج تي اتش وتي سي وتي اس. تي اتش هو اختصار كلمه تائيه مساعده او الرمز اللي بنستخدمه دايما، وتي سي هي التائيه القاتله او السامه، وتي اس هي التائيه المثبطه او الكابحه. يبقى عندنا ثلاث انواع، نبتدي بتي اتش. تي اتش ايه اهميتها؟ تي اتش اول نوع مهم جدا في الخلايا التائيه، هي اللي بتقدر تتعرف في الاول على الميكروب عندما يدخل، وهي بعد ذلك اللي بتنشط الخلايا الاخرى من انواعها سواء كانت تي سي او تي اس او البائيه او القاتله الطبيعيه. يبقى التائيه المساعده هي قناه اتصال، هي اللي بتنشط. يبقى لو انا تخيل ان انا عندي دي تائيه اسمها تي اتش، تي اتش هنا لما بيدخل الميكروب يبقى لازم يكون على تي اتش برضو مستقبلات عشان تقدر تتعرف بيها على نوع الميكروب. يبقى لو دخل فيروس او بكتيريا يحمل على سطحه هذا الفيروس هذه الانتيجينات اللي شكل المثلثات، ده يخلي الارتباط يتم بين مين ومين؟ الارتباط هيتم ما بين تي اتش وما بين الفيروس عن طريق الانتيجين والمستقبلات. دي تنشط فتديني تائيه نشطه، يبقى الخليه اللي موجوده دي عندي بقت تي اتش وتم تنشيطها. مين اللي نشطها؟ ارتباطها بالفيروس ادى للتنشيط. وبعدين تبتدي تروح تنشط مين تاني؟ تنشط تي سي وتنشط تي اس وتنشط البائيه وتنشط القاتله الطبيعيه. يبقى دورها انها تعمل على تنشيط الانواع الاخرى من الخلايا المناعيه، سواء كان نوعين التي سي والتي اس، سواء كانت البائيه، سواء كانت القاتله الطبيعيه. مين اللي بينشط؟ هي تي اتش. ويتم التنشيط عن طريق مادة هنقولها إن شاء الله في الآلية اللي هي مادة الانترليوكينات. تبقى تي اتش مهمة جدا لأنها بتنشط البائية وتنشط التائية بأنواعها المختلفة وبتنشط القاتلة الطبيعية. يبقى معنى ذلك إن البائية لما وصل ليها الميكروب ما كانش كافي لتنشيطها، لا ده محتاجة تنشيط من نوع آخر من خلال التي اتش كمان. طيب تائية السامة أو القاتلة، اسم على مسمى.
بتفرز سموم قاتلة لمن؟ للميكروب. امتى؟ بعد ما تنضج، وبعد ما تتمايز، وبعد ما تنشط. يبقى لازم ما بين تي سي وأداء دورها لازم يسبقها عدة تكوينات أو عدة مراحل. بعد ما اتكونت لازم تبقى تي سي، تبقى ناضجة، وبعدين تبقى متميزه للتي سي، وبعدين تبقى منشطه. ما ينفعش كده على طول تروح تقضي على الايه، على الاجسام الغريبه او على الاورام السرطانيه، الخلايا السرطانيه، او على الخلايا المصابه بالفيروس. اذا الخلايا التائيه السامه دورها ايه؟ انها بتروح تهاجم الخلايا الغريبه مثل الخلايا السرطانيه والخلايا المصابه بالفيروس والاعضاء المزروعه. يعني لو في كلى او كلى وفص كبد او اي شيء بيتم زرعه داخل جسم الانسان كتعويض عن تالف او فاقد لعضو سابق، هنا بتهاجم لانه اصبح بالنسبه لها خلايا غريبه عن جسمها. بتعرفها غريبه ليه؟ بتعرفها من خلال الانتيجينات اللي موجوده على سطحها، وبالتالي بيتم التعارف ما بينها وما بين الخلايا السرطانيه، ما بينها وما بين الخلايا المصابه بالفيروس، ما بينها وبين خلايا الاعضاء المزروعه، فتهاجمها بالسموم وتهاجمها وتقتلها. اذا التي سي خليه قاتله لا تتم دورها إلا بعد مرورها بعدة عمليات سابقة. لازم تنشطها، ومن قبل تنشطها تميزها، ومن قبل تميزها نضجها، ومن قبل نضجها تكوينها. يعني تي سي علشان تشتغل وتؤدي دورها ما مش من هباء كده، بدايتها كانت خلايا جذعية. يبقى بدايتها أقدر أقول كانت خلية جذعية في الأول، خلية جذعية ثم نضجت بقت خلية تائية، ثم تميزت فبقت خلية تي سي، ثم نشطت بقت تي سي نشطة. تسلسل ده بيتم كالآتي: الخلية كانت جذعية، لما حدث لها نضج في التيموسية بقت تي ناضجة ولكنها مش معروف نوعها، وبعدين حصل لها تمايز برضو في الغدة التيموسية فبقت متمايزة بتي سي، ثم حصل لها تنشيط من التي اتش فبقت منشطه التي سي. طيب لو قلت الاثنين دول اللي هم مين؟ النضج والتمايز، النضج والتمايز كانوا في الغده التيموسيه. اين يتم التنشيط؟ بالتنشيط بيتم في الدم وفي الليمف، موجود في الدم وفي الليمف، لازم تكون تم تنشيطها في هذه الاماكن في الدم والليمف. يبقى بقت نشطه، طالما نشطه تبقى ادت الدور المطلوب منها. لو كانت لسه جذعيه مش هتقدر تقاوم الميكروب، لو ما كانتش كانت تائيه مش هتقدر تصنف الانتيجين وتتعرف عليه، لازم تبقى تي سي عشان تقدر تقوم بالدور بتاعها. دي المراحل اللي بتقوم بيها التائيه السام. نروح لثالث نوع من الخلايا التائيه، اسمها التائيه الكابحه المثبطه. الفرامل بتاعت العربية بيسميها كابح أو كوابح. كابحة ليه بقى؟ لأنها بتقلل النشاط، فنلاقي إن لما يبتدي الميكروب يدخل وتنشط الخلايا الليمفاوية والخلايا البائية والتائية بأنواعها والخلايا القاتلة الطبيعية، ويزيد عددها بالانقسام نتيجة تنشيطها وتقضي على الميكروب. متى ينشط التي سي؟ تنشط التي سي بعد ما يتم القضاء على الميكروب. فلما يبتدي القضاء يتم على الميكروب تبتدي تنشط التي اتش التي اس علشان تثبط نشاط الخلايا الاخرى المناعيه وتقلل من عددها. فاذا هي بتنظم درجه الاستجابه حسب وجود الميكروب. لو الميكروب موجود هي ما بتتحركش، ما بتاديش دورها، لكن اول ما الميكروب يموت ويبتدي الجسم خالي من الاصابه تبتدي التي اس تشتغل علشان تقلل من نشاط الخلايا الاخرى. يبقى أهميتها تنظيم درجة الاستجابة المناعية وتثبيت عمل الخلايا التائية والبائية بعد القضاء على الميكروب. نرجع تاني نوضحها إزاي. نقول على سبيل المثال البداية كانت خلية جذعية زيها زي أي خلية، ثم تم نضجها برضو بقت تائية، ثم تم تمايزها برضو تائية، بس تائية إيه بقى المرة دي؟ تائية إس، اتغيرت المرة دي، ثم تنشيطها بقت تائية اس نشطة. يبقى الاسلوب تم ازاي كالعادي؟ الخلايا الجذعية الى تائية ده نضج، من تائية لتائية اس ده يعتبر تمايز، من تائية اس لتائية اس نشطة ده سميها ايه؟ تنشيط. مين اللي نشطها؟ مين اللي نشط
تي اس طبعا اللي نشطها هي التي اتش امتى؟ بعد القضاء على الميكروب. طب ده دورها ايه بقى؟ دورها ان هي تفرز ماده تثبط نشاط الخلايا الاخرى، تثبط نشاط الخلايا الاخرى، تثبط من؟ تثبط اول ما تثبط تثبط التي اتش اللي كانت منشطاها، وتثبط نشاط التي سي، وتثبت نشاط الان كي، وتثبت نشاط الباقيه حتى يعود هذه الاعداد الخلايا المناعيه الى العدد الطبيعي بتاعها. دي كانت اسمها مثبطه. اخر نوع من الخلايا الليمفاويه اللي هي كام؟ اللي هي خلايا اسمها خلايا قاتله طبيعيه. دي نسبتها كام؟ دي تعتبر اقل عدد من الخلايا الليمفاويه، يتراوح نسبتها بين 5 الى 10 خلايا ليمفاويه، وايضا بتتكون في نخاع العظام وتنضج زيها زي البقيه في نخاع العظام. دورها هي مش سامه، يعني ما بتفرزش سموم، لكنها بتفرز انزيمات. هذه الانزيمات تطلقها على من؟ هذه الانزيمات تطلقها على الخلايا المصابه بالفيروس او الخلايا السرطانيه فتحلل الخليه وليست التسمم. عشان كده كل واحده ليها اليه، كل واحد له اليه. فاليه عمل الخلايا البائيه الاستجابه المناعيه بتاعتها انتاج الاجسام المضاده، والاليه او الاستجابه المناعيه للخلايا التائيه السامه هي افراز السموم وبعض المواد التي تسبب موت الخلايا السرطانيه والخلايا المصابه بالفيروس وخلايا تكون مزروعه. وايضا القاتله الطبيعيه بتختلف استجابتها المناعيه، انها بتفرز انزيمات تعمل على تحلل الميكروب نفسه والقضاء عليه. مش شرط الميكروب، ممكن كمان الخلايا المصابه بالميكروب زي الخلايا السرطانيه وزي الخلايا المصابه بالفيروس. اوكي، يبقى احنا انتهينا كده من جزء مهم جدا بعنوان الخلايا الليمفاويه. ده الجزء الاولاني. بس على فكره الخلايا الليمفاويه دي هي خلايا مهمة جدا جدا، ولكنها لا تبدأ عملها إلا في المناعة الثالث نوع من أو ثاني نوع من المناعة، المناعة المكتسبة، وتمثل خط دفاع ثالث ما عدا الـ NK اللي ممكن تمثل خط دفاع ثالث وتاني. نروح لخلايا الدم البيضاء. كم نوع من خلايا الدم البيضاء؟ وإيه الأخرى طبعا؟ واختلافها بين الباقيين؟ خلايا قاعدية، خلايا حمودية، خلايا متعادلة، خلايا وحيدة النواة. ودول اسمهم خلايا ملتهمة نسبة للوظيفة اللي بيقوموا بيها. الخلايا دي هي خلايا تلتهم الميكروبات، خلايا قاعدية، خلايا حامضية، خلايا متعادلة، خلايا وحيدة النواة. عايزك تبص أول حاجة تاخد بالك منها، مين من الأنواع الأربعة يعتبر محبب؟ يعني إيه محبب؟ محببة يعني تبدو فيها الحبيبات واضحة وظاهرة، هي القاعدية والحامضية والمتعادلة. مين فيهم اللي الحبوب تكون غير واضحة تحت المظهر؟ هي الخلايا وحيدة النواة. وبالتالي أنا قسمت إلى نوعين، خلايا محببة وخلايا غير محببة. طب لو خدت الخلايا الليمفاوية تصنفها إزاي؟ قالوا برضو دي خلايا غير محببة. يبقى لو قلت المحببة مين؟ هما ثلاث خلايا، قاعدية حامضية ومتعادلة. مين الغير محببة؟ مين الغير محببة؟ هي وحيدة النواة والبائية والتائية والقاتلة الطبيعية. عشان كده مهم جدا التصنيف ده وتبقى عارفه على أي أساس. طب بص على شكل النواة كده تاني على الصور اللي احنا كنا بنحطها، هلاقي في اختلاف في شكل النواة في القاعدية، تختلف عن شكل النواة الحامضية اللي فيها فصين، تختلف عن الخلايا المتعادلة النواة فيها ثلاث فصوص، تختلف عن خلايا وحيدة النواة انها أكبر نواة موجودة فيهم، كبيرة وشكلها شكل الكلى شوية وبتكون بتشغل معظم حيز الخلية. اختلفوا الخلايا دي في ايه؟ التلات او اربع انواع دول اختلفوا كمان في لون الحبيبات الظاهره، فاللون بيختلف بتاع الحبيبات، كمان اختلفوا في الحجم، ولان الرسومات اللي بتيجي في الكتب قد لا تبدو فيها الفرق في الحجم، لكن يهمني ان انا ابقى عارف ان في اختلاف في الحجم. خلايا الدم البيضاء الاربعه دولت اللي انا قلتهم، اول حاجه اقدر اميز ما بينهم من خلال الحجم، حجم الخليه، من خلال لون الحبيبات، ومن خلال شكل النواة. يبقى دول مهمين جدا العناصر اللي بتختلف فيهم الخلايا فيما بينها. دورهم ايه الاربعة؟ دورهم بيتفقوا على اتفاق واحد، ان هم بيبتلعوا اي جسم غريب. اذا هما غير متخصصين، يعني مش متخصصين ضد ميكروب معين. ليه؟ قابلهم فيروس، قابلهم بكتيريا، قابلهم ميكروب عادي،
قابلهم مواد معينه، تجلطات دمويه، حطام خلايا، خلايا مسنه، يعني قصدي ان هذه الخلايا غير متخصصه ضد ميكروب معين، فكل ما هو غريب عن الجسم يقوم هذه الخلايا بالتهامه، ولكن طبعا مش بدرجه نجاح عاليه زيها زي الخلايا الليمفاويه. اذا هي اهم حاجه عندها انها تكافح العدوى البكتيريه، لان صعوبه جدا الخلايا دي انها تقدر تهاجم فيروسات، لان الفيروسات لا تبقى في الدم او تبقى خارج الانسجه، الفيروسات بتدخل جوه الخليه نفسها على عكس البكتيريا. اذا مهاجمه الفيروس اصعب، لكن مهاجمه البكتيريا اسهل، البكتيريا موجوده خارج الخليه وليست داخل الخليه. طيب بتقوم الحبيبات بقى اللي موجوده داخل او الماده اللي موجوده داخل الحبيبات، وهي ماده انزيميه بتعمل عمليه تحلل لخلايا الكائنات الممرضه وتقضي عليها. يبقى طريقه القضاء ابتلاع وبعدين هضم وبعدين طرد لهذه المكونات بعد هضمها. عمرها قصير جدا لانها بيتراوح عمرها ما بين عده ساعات الى عده ايام. يبقى العمر بتاع هذا النوع من الخلايا هي خلايا بتموت بسرعه نتيجه ان هي بتلتهم ميكروبات كتير، فبتؤدي الى احيانا الى تسممها وقد تؤدي الى انتحارها بانها تفجر كل الجسومات جوه جسمها عشان تموت وتنتحر. الخلايا دي عمرها قصير لكن دورها مهم جدا. يبقى لو انا عندي بكتيريا بهذا الشكل دخلت الجسم واقتربت منها احدى الخلايا، ولكن وليكن خليه متعادله، وانتم عارفين الخلايا المتعادله اقدر اميزها منين؟ اقدر اميزها من النواه المفصصه دي. دي شكل النواه فيها، لكن اهم حاجه تهمني ان عندها لايسوسومات، يبقى عندها هنا لايسوسومات اللي هي الحبيبات اللي فيها الماده الانزيميه. بعد كده بتعمل ايه؟ بتحيط حوالين البكتيريا دي بشكل ده، يبقى دخلت البكتيريا جواها اهي، يبقى دي البكتيريا، وبعدين تبتدي تغلق الجزء دوت بحيث تبقى بهذا الشكل، وادي البكتيريا محصوره جوه الفجوه ديت اهي. تبقى مين اللي صنع الفجوه ديت؟ الخليه نفسها. اذا الخليه وليكن احدى انواع الخلايا دي النواه بتاعتها المفصصه اهي، ولو انا قلت دي الحبيبات بتاعت اللايسوسومات اهي، الحبيبه بتيجي جنب دي كده بالظبط اهي، وتبتدي تعمل ايه الحبيبات؟ تصب الماده اللي جواها من انزيم على البكتيريا اللي جوه الفجوه، بحيث في النهايه لو دي الخليه تبقى دي الفجوه. طب فين البكتيريا اللي كانت موجوده؟ تحللت البكتيريا واصبحت فتات. مين اللي حلل البكتيريا ديت؟ اللي حلل البكتيريا دي الانزيمات اللي موجوده داخل الحبيبات اللي هي الليسوسومات. طيب هل هتسيبها جواها؟ لا، بتقوم بطردها، بمعنى بنفس الطريقه اللي خرجت بيها او دخلت بيها تبتدي تخرج الفتات ده الى الدم اللي هي بتمشي فيه، اهو تبتدي تخرجه للخارج. اذا الخطوات دي احنا بنمثل فيها كيف تتم آلية التعامل مع البكتيريا اللي موجودة جواها. اذا طريقة القضاء بتتم وفق الخطوات اللي احنا قلناها، دي الخطوة الاولى، دي الخطوة الثانية، دي الخطوة الثالثة، دي الخطوة الرابعة، دي الخطوة الخامسة. خلاص قضت على البكتيريا؟ ايوه قضت على البكتيريا. طيب عمرها قد ايه؟ عمرها صغير، عشان كده تنتج باعداد مستمره، ما بتتوقفش انتاجها على طول. اذا خلايا قاعديه حامضيه متعادله وحيده النواه بنتفق عليهم كلهم عمرهم قصير، كلهم بيعتبروا خلايا ملتهمه، ميكانيزم التعامل مع الميكروب واحد، لكن الحبيبات اختلفت لونها في الثلاثه، قاعديه حامضيه متعادله في اللون، ووحيده النواه ما فيهاش حبيبات. كمان شكل النواة، لا لو بصينا على شكل الأنوية هنلاقي في اختلاف فعلا ما بين الأنوية وبعضها. آدي اقتراب البكتيريا زي ما قلت لكم، وبعدين تبتدي في الخطوة الثانية تدخل بكتيريا جواها، وبعدين تبتدي تتعامل معاها وتحللها وتطردها في الخطوة رقم 4 زي ما كنت أنا بشرح من شوية. الخلايا وحيدة النواة تختلف بقى شوية أو تشذ عنهم
بجانب انها بتقوم بتدمير الاجسام الغريبه زيها زي الباقيين، لكنها تقدر دون الباقيين بقى انها تتحول لخلايا بلعميه كبيره عند الحاجه اليها. يبقى متى تتحول البلعميه او متى تتحول وحيده النواه الى بلعميه؟ امتى؟ الكلام ده لما يكون في نسبه اصابه عاليه او تكاثر بكتيريا وميكروبات كتير. يبقى الخلايا وحيده النواه هي خلايا من نفس النوع اللي هي الخلايا الملتهمه، بتقضي على الميكروبات بالاسلوب اللي انتم عارفينها وبطريقه البلعمه، لكن تقدر تتحول لخلايا بلعميه كبيره عشان تبقى اكثر كفاءه. خلايا حموديه، خلايا قاعديه، خلايا متعادله. بصيتوا على شكل المهم جدا الحبيبات وشكل النواه، يهمني تشوف الفرق بين شكل النواه. لكن دي خلايا وحيده النواه ما فيهاش حبيبات ونواتها كبيره الحجم، ودي خليه اما بائيه او تائيه او قاتله طبيعيه، عشان كده كتبت عليها خلايا لمفاويه. دول اللي احنا درسناهم من شويه. يبقى الاربعه الاولانيين خلايا لمفاويه وخلايا ملتهمه، والليمفاويه دي الخليه الرابعه الخامسه بالنسبه لهم. طيب لو قلت الحبيبات، الثلاثه اللي فوق فيهم حبيبات، الاثنين اللي تحت ما فيهمش حبيبات. لو اتكلم على الحبيبات، نروح بقى لثالث نوع من الخلايا اللي هم الخلايا البلعميه الكبيره، اللي رابع حاجه في التركيب اللي احنا بناخده. الخلايا البلعميه الكبيره هي نوعين، اما خلايا بلعميه كبيره ثابته، اما خلايا بلعميه كبيره بيقول عليها دواره او جواله. هي بنفس الميكانيزم، برضو بتبتلع الميكروب وبرضو بتطرد الميكروبات، لكنها اكثر كفاءه من الخلايا الملتهمة السابقة لها بكبر حجمها وعدد الليسوسومات الأكثر وعمرها الأطول، عشان كده الخلايا البلعمية الكبيرة أكثر كفاءة من الخلايا الملتهمة، بدليل أن الخلايا وحيدة النواة لما بيكثر الميكروبات وتنتشر تتحول خلايا بلعمية كبيرة، مما يدل على أنها أكثر كفاءة. خلايا البلعمية الكبيرة خلية عندها قدرة مناعية كويسة جداً، فنقدر نقول نوعين. الثابتة، كلمة ثابتة معناها موجودة في معظم أنسجة الجسم، بس اسمها بيختلف باختلاف هذا الايه النسيج. يعني كل نسيج يحتوي على عدد من الخلايا البلعمية كبيرة لا تغادر النسيج، وبالتالي موجودة جوه النسيج، مش جوه، مش بتمشي في الدم، دي موجودة بين الأنسجة وبعضها أو داخل النسيج نفسه، ودورها إنها تلتهم أي أجسام غريبة بتقرب منها، مش هي اللي بتجري وراه، لا، الميكروب هو اللي بيروح لها. تبقى الخليه البلعميه الكبيره النوع الاولاني اللي هو الثابته، هي موجوده في الانسجه، بيختلف اسمها حسب نوع النسيج، ولكن درجه التعامل مع الميكروب واحده مهما كان نوع النسيج. يعني تتواجد في انسجه كتيره، موجوده في الطحال، موجوده في اللوز، موجوده في بقع بيض، موجوده في كل انسجه الجسم تقريبا، يعني تحت سطح الجلد ما هنلاقي فيه في الانسجه اللي موجوده اي انسجه موجوده بعد كده طلائيه او ضمه او حتى عضليه، ستكتشف ان موجود فيها خلايا بلعميه كبيره. دي اسمها خلايا بلعميه كبيره ثابته، تقضي على اي ميكروب، تقضي على الميكروب الذي يقترب منها، مش اللي هي بتجري وراه، على عكس اللي احنا ناخدها دلوقتي. احنا عندنا شكل من اشكال الخليه نفس الاسلوب اللي عملته الملتهمه، هي نفس الاسلوب اللي بتعمله، تبتلع الميكروب وبعدين تبتدي تفرز عليه انزيمات من اللايسوسومات، يتحلل الميكروب تهضمه وبعد كده تبتدي تطرده في الخارج، كما كانت الخطوات المذكورة قدامكم في هذا الشكل. النوع الثاني، خلايا بلعمية كبيرة دوارة أو جوالة، وتعال نشوف بقى ده دورها إيه يختلف عن الخلايا البلعمية الكبيرة الثابتة. أول حاجة هتقضي على الميكروب، خلاص التهام الميكروب بنفس الأسلوب اللي التهمت بيه الليفين، لكن عندها حاجة جديدة هتعملها، إنها بتجمع المعلومات الخاصة بأي ميكروب وبعدين تبعت هذه المعلومات وتنقلها إلى الخلايا الليمفاوية المتخصصة وهي التي اتش. تبقى البلعمية الكبيرة هي حلقة وصل ما بين معرفتها للميكروب وما بين تنشيط المناعة المكتسبة بالنسبة لها، فتتعرف على الميكروب وتلتهم، دي خطوة معروفة خلاص، ثم تفصل منه الأنتيجينات اللي موجودة على سطحها، ثم تربط هذه الأنتيجينات مع بروتينات موجودة في داخل هذه الخلايا، ثم تعرضها على سطحها وكأنها تنقل المعلومات للخلايا التائية المساعدة لكي يتم تنشيطها.
يبقى ليها دور مهم جدا. اذا هي ناقلة للمعلومات. اتنين، ومنشطة للخلايا المناعية المتخصصة. اذا هي المنشطة للتي اتش. فلو حبيت احط تصور للاسلوب اللي بتتعامل بيه الخلية البلعمية، لو كان ده على سبيل المثال، هي دي البكتيريا اللي احنا عارفينها كل مرة، تمام؟ البكتيريا دي موجودة في الدم، يبتدي تحيط بيها الخلية البلعمية الكبيرة اهي من خلال ما تشبه بالأقدام الكاذبة. كلنا عارفين ان نواة الخلية البلعمية كبيرة، لكن في كمان الحبيبات دي ليسوسومات علشان تقدر تقضي على الميكروب ده. كمان عندي مركبات جوه كده هعتبرها مركبات ناقلة للأنتيجين. دي شكل الخلايا البلعمية الكبيرة. بعد ما بتلتئم الميكروب وتفتته وتحلله، تاخد الأنتيجينات وتعرضها على سطحها، بحيث ازاي تنقل معلومات. دي خلاص الخلية البلعمية الكبيرة، وعلى سطحها تنتقل الأنتيجينات. يبقى المركب اللي كان جوه ده اللي هو هنعرف اسمه في المناعة المكتسبة واحنا بنشرحها، اللي كان جوه ارتبط مع الانتيجين وعرض الانتيجين كده على السطح. يبقى الانتيجين اللي هي المعلومات الخاصة بالميكروب بقت على سطح الخلية البلعمية الكبيرة كإعلان عشان يرتبط بيها الخلية التائية فيتم تنشيطها. دي النواة بتاعتها، وده السيتوبلازم اللي موجود. طيب هنا عملت ايه؟ هي جمعت المعلومات. مين المعلومات المرة دي؟ اللي هي الانتيجينات. يبقى الانتيجينات عرضتها على سطح البلعمية الكبيرة. ليه؟ علشان تيجي خلية اسمها خلية تي اتش. تبقى دي اسمها تي اتش. تي اتش ترتبط بمن؟ التي اتش ترتبط بالانتيجين اللي موجود على سطح من؟ اللي موجود على سطح البلعمية الكبيرة. وبالتالي مش هيرتبط تي اتش الا بالبلعمية الكبيرة ديت الا لو كان عندها هذا المستقبل. المستقبل ده والانتيجين دوت. يوم يحصل تي اتش ايه؟ تصبح تي اتش منشطة. من الذي نشط تي اتش؟ هي البلعمية الكبيرة اللي حملت الانتيجين بتاع الميكروب. اذا ملخص الكلام بتاع الخلية البلعمية الكبيرة انها شالت المعلومات الخاصة بمين؟ المعلومات الخاصة بالميكروب، ونقلتها لمين؟ للخلايا التائية اتش. اذا دورها كان وسيط نقل المعلومات بتاعة الميكروب اللي في صورة انتيجينات ونقلها للخلايا المناعية المتخصصة. طب نقلتها بهدف ايه؟ تبقى الوظيفة اللي بعد كده. هدفها هو تجهز الخلايا المناعية المتخصصة ان هي تنشطها حتى تتمكن من القضاء على الميكروب. لو نشطت تي اتش، انتوا عارفين تي اتش مش هتسكت، هتروح تنشط غيرها، فتنشط تي اتش تانية، تنشط بائية، تنشط تائية سامة قاتلة، تنشط قاتلة طبيعية انك ايه. وما تنساش ان لما الميكروب يقضى عليه تروح تنشط التي اس علشان تقدر تنهي هذا العمل المناعي العظيم اللي تم. اذا الخلايا البلعمية الكبيرة لها دور رهيب جدا، اللي هي الدوارة، وعملها بيكون في الدم وفي الليمف مش في الانسجة. عمل هذا بيكون في الدم والليمف، لازم يتم التعارف بينها وبين الميكروب. خلايا البلعمية الكبيرة تعال نشوفها كثابتة او دوارة. في دورها في عملية الالتهام، شوفها ازاي بتقضي على البكتيريا اللي منتشرة في احد انسجة الجسم او في الدم. دي طريقة التعامل بيها. شوية هتلاقي كل البكتيريا اللي كانت موجودة والاجسام الغريبة ما شاء الله تم القضاء عليها. تمام، طالما التهمتها وما طلعتش الانتيجينات على سطحها تبقى دي اللي هي الثابتة اللي احنا قلنا عليها. لكن الدوارة لا، دوارة عندها قدرة على عرض المعلومات اللي في صورة الانتيجينات اللي موجودة. اذا دور الخلايا اللي احنا قلنا عليها هنا هي دورها مناعي. يبقى انا عندي خلايا قدرت اقسمها الى ثلاث انواع، اللي هي خلايا ليمفاوية وخلايا بلعمية كبيرة اللي احنا شفناها دلوقتي والخلايا الملتهمة. يبقى احنا في حلقة النهاردة شرحنا كام نوع من الخلية، شرحنا 9 انواع من الخلايا.
ايه هما التسع انواع من الخلايا؟ شرحنا خلايا ليمفاوية وصنفناها بائية وتائية وقاتلة طبيعية. والتائية كلكم عارفين تي اتش تي سي تي اس، دي الليمفاوية. وصنفنا خلايا ملتهمة، والملتهمة قلنا قاعدية حامضية متعادلة وحيدة النواة. الفرق ان دول محببين ودول لا، ودي لا ودي لا ودي لا. مش معناه ان ما فيهاش لايسوسومات، فيها لايسوسومات ولكنها غير واضحة. نيجي الخلايا البلعمية الكبيرة، عندنا نوع ثابتة ونوع دوارة او جوالة. اذا لو دي نمرة واحد ودي نمرة اتنين التائية بانواعها، ودي تلاتة ودي اربعة ودي خمسة ودي ستة ودي سبعة ودي تمانية ودي تسعة، يبقى انت درست النهاردة معايا تسع انواع من الخلايا. طيب عشان نطبق على الكلام دوت، تعال نشوف تطبيقين تلاتة كده هنعملهم كواجب، مش هنجاوب معانا في الحلقة لكن هنعملهم كواجب ونشوف اول سؤال في هذه الاسئلة. شوف بقى معايا كده، بيقولك افحص الشكل التالي ثم اجب عن الاسئلة التالية. ده الشكل، عندي رقم واحد ورقم اتنين، وبعدين عندي تلاتة واربعة وخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. دي مجموعة من الارقام محطوطة على خلايا ومحطوطة على اعضاء. السؤال الاولاني بيقول ايه؟ نشوف كده عشان نسجل اسئلتنا ونسمع اجابتها في الحلقة القادمة منكم والناس تجاوبها معايا على الجروب. ما اسم الخلية رقم اتنين؟ ولماذا يطلق عليها الخلية الأم؟ يبقى في جزئيتين، ما اسم الخلية رقم اتنين ولماذا يطلق عليها الخلية الأم؟ السؤال التاني، ما تفسيرك لنقص عدد الخلايا المناعية في الدم رغم أهميتها؟ ليه عدد خلايا الدم المناعية اللي هي البيضاء تمثل 7000 خلية في كل مليمتر مكعب بمقارنة بخلايا الدم الحمراء بتمثل بالملايين من 4 ل 5 مليون؟ يا ترى تفسيرك لكده ايه؟ ايه الطرق اللي بتسلكها الخلايا الليمفاوية بين الأعضاء المناعية؟ على فكرة إجابة كلمة. ايه الطرق اللي بتسلكها الخلايا الليمفاوية بين الأعضاء المناعية وبعضها؟ وهي بتتنقل من نخاع العظام تروح للغدة التيموسية، وبعدين تتنقل من الغدة التيموسية تروح للطحال، وبعدين ترجع للدم تاني وهكذا. عايزين نعرف ايه الطريق اللي بتسلكه. السؤال الرابع بيقول أين يوجد رقم 10 وما أهميته؟ بص على رقم 10 قول عليه جزئين، أين يوجد وما أهميته؟ آخر سؤال من الأسئلة اللي انتوا هتجاوبوها الخمسة وأنا هجاوبه معاكم المرة الجاية، عايزك تصنف الأعضاء الموجودة بالشكل حسب الوظيفة. يعني شوف كم عضو عندك في الشكل قدامك، احنا عندنا من 1 ل 10 مقسمين ما بين خلايا وما بين أعضاء. خد الأعضاء اللي في الشكل وصنفهم لي حسب وظيفة كل عضو. دي كانت المجموعة اللي اخترناها ليكم كنوع من أنواع التطبيقات على الدرس بتاع النهاردة، وإن شاء الله الحصة القادمة أو الحلقة القادمة هنستكمل فيها بقية الجهاز المناعي، هنتكلم عن المواد الكيميائية المساعدة وهنتكلم على الأجسام المضادة، ويكون كده خلصنا الجزء المهم جدا هو الجهاز المناعي. في ختام الحلقة بشكركم وإلى اللقاء مع حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.